أي واحد يشوف اللي حصل مع يوسف الصديق ده هوت لازم إيمانه يتقوى ويشوف المعدن الحلو الفارق، الناس المعدن الحلو الأصيل. في الأول يوسف شاف رؤية، ربنا كشف له أنه هيكون سيد لإخواته، وراح حكى لأبوه عن الأحلام بتاعته وقال له أن أنا شايف الشمس والقمر وأحد عشر كوكب ساجدين ليا، وعرف وقال لحزمته بحزم حزم من أخواته في الحقل، حزمته وقفت وحزمة أخواته سجدت لها، وعرف أبوه أنه هيكون سيد لإخواته، وأبوه بدأ يعمل له قميص ملون ويهتم بيه عن باقي إخواته. كانت النتيجة نلاحظ أن بعد كده إخواته قال إيه؟ هوذا صاحب الأحلام قادم. إخواته، أنت اللي شفت الرؤى ديت وتسيد علينا. ويوسف كان ترتيبهم كان العاشر في إخواته، كان هو يوسف وبنيامين في الآخر. جه بعدها إخواته ياخدوه يحطوه بجب، وبعدين يطلعوا يبيعوه ويروح مصر يبقى عبد، ولأجل أمانته يخش السجن، لأجل أمانته يخش السجن. لو أي واحد وقف في السجن كده مكان يوسف، فين بقى أبويا وفين أمي وفين خواتي وفين حزمتي اللي وقفت وحزمة خواتي سجدت لها، وفين الشمس والقمر واحد عشر كوكب ساجدين ليا، فين أنا بقى الكلام ده دلوقتي؟ فين يا رب بقى كلامك؟ فين عهودك؟ وكان ممكن يضيع، كان ممكن يضيع، إنما أبدا تمسك بكماله رغم كل اللي كان فيه، وبحلم يشوف فرعون ويضطرب ويتكرر الحلم ويخاف ويعرف إن في واحد بيفصل أحلام في السجن ويجيبه. كتاب يقول لك مثلا حموه وحلوا شعره عشان يخش يقابل فرعون، ويخلي فرعون كده يقول من جواه مش هلتقي انسان فيه روح الالهه القديسين زيك ينقذنا من هذه المجاعه. فرعون اللي ما يعرفش ربنا، ربنا يحط في قلبه هذا الكلام، مش هلتقي انسان زيك فيه روح الالهه القديسين ينقذنا من هذه المجاعه، ويدوا له الخاتم بتاعه ويبقى سيد على كل ارض مصر. ويجي يبعت السنة الأولى إخواته جم خدوا القمح، تاني السنة طبعا ممسكش نفسه وعرفهم، وبعت يجيب أبوه ويقول له لقد جعلك أعلن الرب سيد لفرعون وأهل بيته سيد الأرض مصر، لدرجة أن إخواته وهم رايحين يقولوا لعيوب أبوهم ده يوسف عايش يقولوا له يوسف سيد الأرض كلها، يوسف سيد الأرض كلها. هو ده اللي بقوا عبد، هو ده اللي بقوا عبد. بس شوف ربنا عمل ايه، وراح اخواته وسجدوا بين ايديه، وابوه طبعا فرح، قال بقول له كان بيبكي عشان يشوفه، شاف نسله، شاف افرايم وشاف منسة، لدرجة ان هو سمى ابن الاولاني البكر منسة، قال لان الله انساني كل اتعابي. وده بيعرفنا انه كان بيتألم فعلا، ربنا قدام عينه، فربنا قدام عينه وكان بيتألم، قال الله انساني كل اتعابي. وسمى ابنه الثاني افرايم وقال لأنني جعلني مثمرا في ارض غريبه، جعلني مثمرا في ارض غريبه. ولما جه ابوه وحط ايده على الاثنين مثل الصليب وباركهم، شوف الحاجة الحلوة في يوسف والإنسان اللي عنده إيمان والمعد الأصيل يبان. لما جه أبوهم مات قواته كانوا مرعوبين، قالوا له أبوك أوصى أنك تسامحنا على اللي عملناه فيك، قال لهم أنتم قصدتوا بي شر والرب قصد بي خير، لولا الرب أرسلني أمامكم ما بقيت حياة على الأرض. ده ربنا أرسلني قدامكم عشان يستبقى حياة على الأرض، الناس كلها كانت هتموت من الجوع، وربنا أرسلني قدامكم وسامح إخواته وعل إخواته.